متابعين لايف وعم نوصل لواتس كوكينج. هاي جاد، صباح النور. تمام، كيفك؟ كله منيح؟ ماشي الحال، رواق. تمام تمام. جاد، رح نعمل شيء بالسومو اليوم. صح، رح نعمل شيء بالفيليه السومو. رح ناخذ الفيليه نعملها بانيه هلا، رح نغير شوي بالكعك، يعني ننكه الكعك بشويه حبق، بشويه سيبولات، بشويه بابريكا، شويه اوريجانو، نرجع نلطهم للسومو طحين بيت كعك، نرجع نقلي. رح نعمل اثنين دب سخنين اليوم. الدب رح يكون سخن مش بارد، وحده الباز تبعها صوص طومات، هيدي الباز اللي هي زيت زيتون مع ثوم مع حبق مع بندوره شقف غليناها، هلا رح نرجع نكفيها مع درج حامض مع كزبره. رح نعمل وحده الباز تبعها لوز كاب بارميزان وكريم. هلا رح نبلش نشتغل بالسومو اول شيء، ونرجع نبلش نقلي ونرجع نطبخ الدبس. هون عندنا الكعك، عم ننكه شوي الكعك لنعطي طعم للسومو. هون انا فارن حبق وسيبولات، اوكي. هون رح نخلطهم، يعني اذا بتلاحظ كل هالاشياء اللي حطيناها هلا رح تعلق على السومو من برا. هلا هون نحن دائما بس نعمل بانيه الي، في عندنا حلين لحتى نحط ملح وبهار. اذا كان الكميه قليله مثل هون فينا ديركت نحط على البرودوي، اذا كان عندنا اوقات كميات كثيره عم نعملها تما نضل نشتغل ونضيع وقتنا بنملح ومنباهر بالطحين. ساعتها كل ما عم نحط الدجاج او السمك او حيلا شيء عم نعمله بانيه بالطحين عم ياخذ الملح والبهار تبعه، وفينا نعمل هيك اذا كانوا كميتهم قليله. بده ملح كثير؟ ملح عادي، ملح عادي لانه عندك دبس حدهم. ف دجاج هو مالح كمان عندنا هون، بنكون هلا ملحنا وبهارنا. رح نبلش ديركت نعملهم لتهم، اذا بدك الكعك صار جاهز. رح نبلش دغري، دائما هلا في ناس بتدق الكعك العادي اللي عندنا، فينا فين الكعك اذا بدك او اللفت اوفر الخبز نستعمله نحمصه ونعمله. هلا دغري نحن رح نعمل دائما اول شيء الطحين بنحطه كرمال البيض يهدي على السمو، وبنحط البيض للكعك يعلق على هذا، فاساسي يكونوا ورا بعضهم مثل ما نحن ماشيين. اول شيء طحين وبعدين بيض وبعدين كعك. اذا بتلاحظ انا مقطعهم هيك قطع صغار لانه هو اذا بدك اليوم الريسيبي هي ستارتر منه مين كورس، فاذا بدك يعني فينجر فود. نبرمهم هيك ليعلق البيض عليهم. ديركت بنحطها هيك، بنعملها هيك لحتى يلقط عليها دغري. هلا كمية الكعك كبيرة، لازم تكون كبيرة لنقدر نشتغل فيها. صح. هلا هو أكيد رح يبقى كعك، بس ما فينا نحط كعك على قد تنقدر نشتغل فيهم ويعلق عليهم ال إذا بتلاحظ دغري عم شيلها وديركت عم لتا بالكعك حتى ما تنشف من البيض ما يقعد يعلق عليها. هلا هون فينا نعملها دورين، بس انا رح اعملها دور واحد، ما بدي كثير زيد عليها الكعك تنحافظ على طعمه السمك، يعني ما بدنا بالنهايه نطلع اخر شيء عم ناكل كعك. عم ناكل كعك. يلا بقى هلا هو شو رح ينقلوا عليه؟ هو رح ينعملوا ديب فرايد. هيك الاعشاب كيف علقت على السمو، هلا هولي بس ينقلوا شوف قد ايه رح يطلع شكلهم حلو، بنفس الوقت رح يعطوا كمان طعمه طيبه. هون الصوص طومات، هون هيدي صوص شو؟ طومات هون زيت زيتون مع ثلاث اربع حبات ثوم مفقوشين مقليين، وحاطين بندوره مقشره اكيد ومغليه لحديت هلا. هلا رح نزيد عليها بعد كزبره، نزيد عليها برش حامض، يعني اذا بدك تكون الباز تبعها كلها رح تكون اعشاب هلا. هيك شو حلوين طالعين هالسومو، كيف هن ملبسين اوكي بالكعك. يلا بعد مرة واحدة بيطلع لنا.
هلا دغري رح نشيل غراض البانيه ونحط الزيت ليحمى، بنكون عم نشتغل بالصوصات. نحن عم نشتغل فيهم كمان بنصير نقلي حتى نطلع اذا بدك راس براس مع الوقت مع التيستينج. هلا اكيد هو ابيتايزر، يعني هو ستارتر، يعني اذا قبل الغداء أو قبل العشاء بكون عندنا هيك على الطاوله صحن، بس منه خفيف، يعني بمعنى انه لانه مقلي. صح، مقلي وقطعه سالمون بالنتيجه. مزبوط. هلا انتبه، هلا الكينا على نار خفيفه. ايه هلا رح اقويها شوي بس بدي اشتغل فيها. هلا هون اللي ما بحب السمو في روح على سمك ابيض، ما في اي مشكله. في ناس عم تسال اذا ممكن نحطها بالفرن، يعني ما نقليها. فينا، بس ما رح ناخذ اللون، النتيجه اللي رح ناخذها بالقلي هلا. هو الافضل دائما بس نكون عم نعمل شغله ايديه. اذا بدك نعملها على اصولها وناكلها على اصولها، بالنهايه احسن ناكل شقفه وحده بس ناكلها طيبه. صح، والطعمه يا كارلا مطلوبه. الصبايا عندنا نحن محظوظين فيهم اكيد، وهن محظوظين يعني خاصه يلي مجوزين بيناتهم، عندهم كل يوم افكار لحتى يعملوا اكل طيب بالبيت. هلا نحن صرنا على اخر، خلصنا الشغل بالبيض والطحين والكعك. اوكي، هلا رح نشيل كل اغراض البانيه على جنب لنقدر نرجع نكفي شغل السمو. رح نحط كمان طنجرة الزيت تنقليها، رح نتركه برا لأنه نحن بعد يمكن 5-6 دقايق رح نبلش قلي، مش محرزة. هيدا الزيت وهيدا السمو رح نشيله. يلا خليني أغسل إيدي وبلش بال شو بدنا نبلش؟ لكن احنا عندنا هون صوص طومات ايدي، مثل ما قلنا الطعمه اذا بدك صارت موجوده فيها لانه لها يمكن شي نص ساعه قبل الهواء عم تغلي. رح اخذ هالكزبره، رح نكتر كزبره، السمك كثير بيلبق له كزبره. هلا عم نحكي نحن بثاني صوص صرنا. صح، هلا رح نترك نعملها ديركت نخلصها نرجع نبلش بتاني وحده. اذا بتلاحظ سميكه، انا قصدا مسمكه تركها سميكه لحتى نقدر نغط فيها شقفه السمو وتعلق عليها. رح ناخذ برش حامض، ريحتهم اكيد ريحه كزبره كثير طيبه، وخصوصا هلا مع السمو بس ينقلها. والحامض كمان ما في شك. حلوة هذه الدب تكون هيك شقف، ما تكون بيوريه على الآخر. ايه، يعني بس تسقط فيها حبة سمو يطلع شقف بندور عليها، مش تطلع كولية إذا بدك أو كتير. وعلى فكرة هاول صحيح بنلاقيهم خالصين أوقات، بس مثل ما لما ينعملوا طبيعي بالبيت طبيعي. ما يعني ما لهم علاقة 100%، بعدين بتكون عارف شو حاطط فيها برودوي، من نوعية الزيت، من نوعية البندورة مثل ما عم تقول. هون لكن رح نغليها شوي صغيرة، رح ناخد رشة بهار أسود، رح ناخد زيت زيتون على الني نحط لها
هيك بتعطيها طعمه طيبه ولمعيه بنفس الوقت. رشه ملح صغيره. مبدئيا خلصت، بس خلينا ندوقها نشوف شو صار معنا بالطعم. بردون شوي ايدي. كثير طيبة، ما بدها شيء ابدا. هلا رح نشيلها، هلا بنسكبها بعد شوي بالبرزنتيشن، رح نحطها هيك تنبلش بتاني وحدة. هون شو صار عنا؟ الزيت إذا بدنا نعرفه إذا حمي بناخد رشة كعك هيك من رشة نشوفه دغري إنه استوى بعد بتحمل. هلا نبلش بتاني صوص اللي هي الباز تبع كريم، مختلفة كليا عن أول وحدة عملناها وكتير طيبة مع السمك. هلا تشوف ليش شو رح نحط لها أغراض. زيت زيتون، بصلة ناعمة، رح ناخد كابر، كابر كمان كتير طيب مع السمك، رح ناخده هيك نمعسه، ما بهمنا شكله كيف رح يطلع بالصوص، بهمنا الطعم اللي رح ناخدها منه. البصله ما كثير بدنا نعطيها لون لانه الصوص الباز تبع كريم ما بدنا يبين فيها هيك اشياء منقطه، يعني بدنا نترك الصوص لونها فاتح. هون لوز اموند افيلي اسمه، بيجي مقصوص كثير رفيع، رح ناخده نقلي. كمان لوز بيلبق كثير للسمك، في شك بنعرفه من السمكه الحره قد بيلبق له. حتى بالمطبخ الفرنساوي بيستعملوه كثير مع الاسماك مع كذا صوص. عم نزيد شويه زيت لانه هلا اللوز رح يشرب شويه زيت. هذا الكابر خليني اخذ بعد شوي احطهم كلهم كمان. وراح اخذ شقفة الحامض اللي برشنا منها. مية بالمية قشر حامض. ايه بياضة. لكن الآلية زيت زيتون، بصل ناعم، لوز، قشر حامض، كاب. رح ناخد بهار، دايما كمان طيب البهار انه نقليه مع الآلية مش دايما نسقطه، بيقوى لأنه الزيت. مبدئيا رح نبلش نقلي هلا، بس نحط الكريم هون. عندنا رشة ملح. طيب نحن رح نكفي نحط الكريم ونبلش نحط الكريم ونغليها ونحط البارميزان ونرجع نبلش قلي. صحيح، وبنرجع تندوق بعتقد. اهلا بكاتيا. ميرسي، اهلا فيك. تمام. اليوم الروسيت. يوم الروسيت كيفك؟ انا منيحه. شو كنت سايره؟ هلا نحن مذهولين بالجعط، انت بشو مذهول؟ كمان كان عم طلع على رتور الجعط. اوكي. اليوم الروسيت هي سومو عاملينه باني، مدخلين بالكعك السيبولات وحبق وبابريكا واوريجانو، عاملين دب حدهم سخن. عندنا واحد الباز تبعه صوص طماط مع كزبره وبرش حامض،
وعندنا واحد الباص تبعه لوز سنوبر لوز كابر بصل كريم وبارميزان. نايس. اذا بدك يعني اليوم هي الهوت ستارتر يعني منه مين كورس هيك قبل الغداء او قبل العشاء. هوت ستارتر غير شكل يعني كيف هالاعشاب كلها معلقه على حبه السمو لانه خالطين ال عملت لهم دب هن ونيين يعني وكيف بتعرف انه استوى؟ قبل طبخنا الدب مطبوخ شو ليش ضيعت؟ السمو كان مطبوخ قبل؟ لا سمو ني اكيد ني وبعدين كيف بتعرف انه استوى؟ السمو دغري بيستوي يعني بمجرد ما يستوي الكعك خلص بكون حرارة عالية بكون استوى. اللي اذا بتلاحظ الدب كيفية شانكي شقف هذا اللي كنا عم نحكيه يعني هلا بتعلق على شقفة السمو. وهون ثاني وحدة اللي هي فيها كاب واللي هي فيها شوية نعناع كمان ولوز. الدب سخنة يعني عادة بتكون أكثر قصص مسقعة. هيدا لكاتيا هيدا لإيدي ميرسي وهيدي هي القصة قلنا حتى انه يلي ما بيحب السالمون بتنعمل اكيد مع السمك هلا الدب عادة يعني او الصوص كثير يعني مهمة كثير أساسية بطبيعة الحال كثير أساسية بهيك شيء لنشوف ال كثير طيبة البندورة طيبة كثير ومستوية يعني طبعا مستوية كثير منيح من جوا ومن برا دوق الصوص طماط كاتيا كثير طيبة فيها الأسيديتي اللي عنزدنا كمان شوية برش حامض اكسبيرينس مختلفه ايه كل وحده بتاخذ العقل كل وحده شيء طبيعي يعني كثير بعاد عن بعضهم الدبات وحده الباص تبع كريم بارميزان وحده بندوره وكزبره هيك شوي اذا بدك طبيعيه اكثر كلاسيك اكثر هلا احنا عم ندوق اثنين بس مش مضطرين نعمل اثنين بنفس الطعم والكوتينج شو هي لكينا كعك الكوتينج هي كعك حبق سيبولات بابريكا اوريغانو خلطينهم كلهم مع بعضهم خليني افرجيك كيف بيكونوا كيف فارمينهم حتى معلقين على الشقف السمو اذا بتلاحظي شكلهم شو حلو كله ني بس يرجعوا ينزلوا بالزيت بينقلوا بيطلعوا كمان عم بيقرشوا وهيك معلقين عليها كانه لونهم بياخذ العقل كمان فعلا شايف نحن بدنا نشكرك ميرسي على الاكل الطيب ورح نروح هلا على لايف توب ستوريز رح نحكي كاراتيه اليوم ممتاز طيبين كثير بس بتعرف ال الصوص بلانش مش انه وحده اكثر كل وحده شيء كل وحده شيء بس انت اياها حبيت البندوره ايه هيك فيها انا بحبها اكثر اصلا حديه الكزبره حديه الاسيديتي تبعها طيبه تفضلوا ايه بس كستارتر الحمراء يعني اكثر احسن لانه ممكن بقيه الاشياء يكون فيها هيدا الصوص صح اللحمه او وات ايفر بس هيدي كستارتر انا فكرت انه منا على حلاوه هلا انتبهت تسيبوا الشباب على كاميراتهم طيب رح نروح على توب ستوري قلنا شيء غلط نحن ما بنقول شيء غلط ايه مظبوط منتهي طيب رح نروح على توب ستوريز ونكفي اكلنا هيك شوفونا على حقيقتنا